اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن من الفرق اللي بتستعد في النادي الاهلي بشكل جيد، يعني السنه اللي فاتت ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لهم، وهي كره السله سيدات. كره السله بقياده الكابتن طارق خيري، واللي كان معانا من حلقتين هو طبعا والصفقات الجديده، وكان معانا طبعا ميرال اشرف وكان ثريا محمد. خليني اقول لكم انه الفريق البطوله بالنسبه لهم قربت. يعني ايه؟ يعني خلاص في شهر 10 بشكل كبير المرتبط هينطلق، لان هم ما عندهمش بطوله عربيه زي الرجال. الفريق طبعا مش هيفضل كل الوقت تدريب تدريب تدريب، لا، قال لك اعمل ماتشات وديه. عمل ماتش ودي مع نادي الجزيره، والحمد لله فزنا في ماتش الجزيره على ملعبنا، دي صاله طبعا الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وكانت تجربه جيده جدا. تجربه جيده ليه؟ لان تم تجريب اللاعبين واللاعبات طبعا، معلش احنا طبعا بنقول كده بس ايه اللغه العربيه الصح، اللاعبات واشراك الكل. وطبعا نادي الجزيره نادي يعني عنيد، ودايما بيعمل ماتشات حلوه قدام نادي الاهلي. وخليني اقول لكم انه ثريا زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، دي كانت اول مشاركه ليها في مبارياتها بعد العوده من الاصابه. نتمنى طبعا لكل اللاعبات السلامه. كاميرا الابطال ما فوتتش الفرصه دي، كانت في قلب الماتش، سجلنا مع اللاعبات والجهاز الفني. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. فترة طويلة احنا بقالنا ده الأسبوع السادس شغالين مع الأولاد، كان جزء بدني في الأول مع جزء انديفيدوال وبعدين جزء خططي، لحد ما وصلنا المرحلة اللي احنا ما خلصناش شغلنا كله، بس بدأنا نعمل ماتشات ودية. ده الجيم الثالث اللي هنلعبه مع الجزيرة، لعبنا ماتشين قبله مع البنك الأهلي ومع الجيم الأخير مع الصيد. واخدنا خطوة خطوة، بنشارك الاولاد كلهم، ما بنحملش على حد، كل اللعيبه بنديها تايم، يعني فروق يعني اوقات مختلفه، يعني ما فيش حد بياخد اكتر من التاني كتير قوي عشان ما يبقاش فيه حمل عالي. مصعدين اولاد كتير قوي من الصغيرين، حوالي اللي بيلعبوا معانا دلوقتي اربع بنات في ال 18 وثلاث بنات من ال 16، وكل شويه نغيرهم. اللي بيبقى حاسين ان هو قادر يكمل معانا او قادر حافظ الشغل، مش عامل لنا ازمه في التمرين على اساس ان هو صغير، بيكمل وندخل عليه حد كمان. دي المرحله بسرعه كده. احنا بادئين تقريبا بقالنا شهر او شهر ونص، متمرن صبح وبالليل ومع كابتن اكرم فيتنس في التراك وكده. اي ثينك البري سيزون از جوينج بريتي ويل يعني، واحنا ان شاء الله جاهزين. وبدانا اهو بقالنا حوالي اسبوع ماتشات وديه عشان المفروض بطوله المنطقه يوم 20/9 ان شاء الله. والله كان في طبعا مفاوضات كتير قوي مع نادي الاهلي، وطبعا انا مبسوطه جدا ان رجعت بيتي، ده بيتي في الاول وفي الاخر، وان شاء الله اسعد الجمهور ونجيب لهم كل البطولات. احنا مركزين طبعا عشان البري سيزون كان قوي، مركزين في الاصابات، عندنا اصابات كتيره، عايزين نخش على 20/9 بطولة المنطقة كلنا كويسين، فدي الحاجة اللي احنا مركزين فيها قوي. مركزين كجنرال ككل حاجة، اوفنس ديفنس، ان احنا نجمع بعض، فمركزين مش مركزين في حاجة واحدة بس، مركزين ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نبقى فول باور يوم 20. احنا المفروض يا هنروح اسكندرية هنروح تونس، بس الاقرب ان احنا ان شاء الله نروح اسكندرية عشان نلعب ماتشات اكتر. المفروض هنلعب سموحة قبل ما يروح البطولة العربية، والمفروض هنلعب الاتحاد كمان. فاي ثينك طبعا دول الفريقين كويسين قوي محترمين يعني، وتجهيز كويس قبل البطولة يعني ان شاء الله. هو ما في الملعب ما فيش صغير وكبير، طبعا الخبرة بتفرق، بس طبعا احنا ان هم يبقوا مخضوضين والحاجات دي لا، وي سبورت ذم، واحنا على طول في ظهرهم يعني، حتى لو هم غلطوا او حاجة احنا هنشيلهم يعني. والله احنا مركزين جامد جدا، بقالنا كتير قوي يعني بنتمرن، ايام بنيجي كمان فيها الصبح اندفيدوال. بدأنا ماتشات كمان الاسبوع ده عشان احنا خلاص اول ماتشات لينا يوم 20/9 بطولة القاهرة. الاسبوع الجاي يوم السبت عندنا معسكر في اسكندرية، هنلعب برضو هناك في ماتشات ودية. حاسة يعني ان الدنيا كويسة قوي سو فار السنة دي الحمد لله، ومعانا كمان البدني مع الباسكت الاثنين متناسقين يعني، ماشيين في اتجاه كويس لينا، وده يعني واضح معانا في الماتشات الودية اللي احنا لعبناها. دلوقتي يعني اقدر اقول ان هو باسكت شويه عشان كان عندنا شويه اصابات في الماتشات الوديه دي، الناس بدات ترجع، فاحنا مسلم مركزين دلوقتي في الباسكت اوفنس وديفنس. برده معانا يعني ثريا راجع من الاصابه، ومعانا ميرال وهاله جداد، معانا كمان المحترفه تقريبا هتنضم لينا من بكره، فاحنا مسلم مركزين ان احنا كفرقه كتيم ورك يعني ازاي نلعب اوفنس وديفنس. بيبان التركيز الحقيقه على الفرقه، يعني زي ما حضراتكم شايفين في تحدي. هاله شعراوي طبعا
يعني كانت سابت النادي الاهلي او يعني انتقلت الى سبورتنج، بتقول انا رجعت بيتي تاني وسعيده طبعا بالرجوع لبيت النادي الاهلي. ميرال اشرف موجوده، عندنا نادين في حاله جيده، يعني التقرير حاولنا بسرعه كده نجيب لحضراتكم ثريا ما شاء الله عليها، فالفريق بشكل جيد كويس. وكمان خليني اقول لكم انه لا مش في اكتوبر بس عندنا المرتبط، لا ده في بطوله القاهره قبلها في 20/9، يمكن انا بصح المعلومه، 20/9 عندنا بطوله القاهره، وبعديها ان شاء الله دوري المرتبط هينطلق في شهر 10، يعني خلاص ما بقاش في وقت. زي ما انتم شايفين اليد الرجال دخلوا في الموسم، السيدات هتخش اهي، الرجال رايحين ان شاء الله بطوله عربيه في الكويت، وهي البطوله العربيه الاقوى هتبقى في التاريخ، كله جايب لعيبه زي ما تكون بطوله كاس عالم. يعني انا في مره كده هبقى اقول لحضراتكم يعني عايز اقول لكم على حاجه والله بجد، يعني زميلي العزيز ناجي بيقول لي ان هي بطوله العربيه اللي جايه في الكويت كره سله رجال اقوى من البطولة البال، لان هم جايبين لعيبه كلهم اكس ام بي، واللعيبه اللي هو نادي الجهراء واللبناني الرياضي اللبناني وغيره وغيره، جايبين لعيبه كلها كانت بتلعب في الام بي، وجايبين لعيبه عرب، انت ليك اثنين اجانب واحد عرب، جايبين الثلاثه واسامي جامده جدا، اقوى من البال واقوى من بطوله العالم اللي اتلعبت في مصر، او اللي هي الكونتيننتال، بطوله بطوله عالم قوي يعني، هي كونتيننتال اسمها كده، اللي اتلعبت في مصر دي اقوى. فبطوله عربيه رايحين، يعني دايما البطولات العربيه اللي بتتعمل في دول، فعند عند اشقائنا يعني في الخليج سواء الكويت قطر السعوديه بتبقى نار. انا طول عمري كده اروح بطوله عربيه، عارف لو اتعملت في مصر مثلا بتبقى قويه بس في الخليج بتحس ان هو يعني بيحسوا انه لا عندنا في بلدنا يبقى لازم ناخدها، فتلاقي في انفاق وفي شغل، فالبطوله حلوه، بطوله العربيه في الكويت حلوه، هتبقى كل ماتش كانه فاينل، يعني كل ماتش كانه فاينل الحقيقه. فحتى الاتحاد السكندري جايب لعيبه جامده، يعني الاتحاد السكندري المصري جايب لعيبه جامده، النادي الاهلي طبعا بطل مصر مش محتاج اتكلم عنه، اكيد مستعد للبطوله دي كويس جدا، ومستر اجوستي ما شاء الله مش سايب، يعني مستر اجوستي ما شاء الله مش سايب لعيبه ما بيتفرجش عليها، ناشئين بيحضر ابو لؤي في النادي. والله يا جماعه النادي الاهلي ده حدوته، والله العظيم يا جماعه انا بقول لكم الكلام ده وبالدليل، مستر اجوستي اصبح يعني انا بقول لكم بشوفه في النادي الاهلي 6-7 ساعات، عشقه وحبه للمكان وهو حابب يقعد في المكان، بتحس بص بتحس بالواحد اذا كان بيشتغل عشان دي وظيفته ولا بيشتغل عشان بيحب المكان. مستر اجوستي كابتن طارق خيري كان معانا في الاستوديو قال نفس الكلام ده، يطلع من الصاله الكبيره يخلص تمرين يروح رايح قاعد مع كابتن طارق خيري في السيدات، يقعد يتكلم ويخلص يروح رايح مع مستر دانيال في قطاع الناشئين ويقعد يتكلم ويشوف راجل يعني بيحب النادي الاهلي وحس وجد نفسه، والنادي الاهلي بالنسبه له حياه. صدقوني يا جماعه انا ما بقولش كده عشان دي قناه النادي الاهلي والله، ولا بقول كده عشان كنت بلعب في النادي الاهلي او انتقلت من نادي النادي الاهلي عن اقتناع، لا والله انا بقول لكم لان حقيقه النادي الاهلي مجرد تخش من الباب تشم هوا بس مختار التتش اللي هو استاد مختار التتش تحس انت في حته تانية. فالنادي الاهلي مستر اجوستي اكبر دليل، ما فيش حد من الاجانب المحترفين سواء لاعب جهاز فني لعيب، يعني مستر دانيال دلوقتي في رئيس قطاع الناشئين مش سايب، يعني مش سايب مكان ما بيروحوش، تلاقيه قاعد هنا قاعد هنا، بيروحوا يقعدوا حتى على يعني المكان اللي بنشرب فيه المشروبات في النادي الاهلي بيقعدوا فيه عصاير بتاع قاعدين، يعني تحس ان الموضوع حب وعشق للكيان، وهو ده هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي لو يعني انت تخش تحب تحس ان انت مركز في شغلك وبس، ما انتش داخل في امور جانبيه ولا انت داخل في حوارات ولا كلام، النادي الاهلي بيفرغك وبيفضيك للمنافسه والتركيز، لا انت شايل هم حاجه، وده دليل اكبر دليل ان مستر اجوستي راح مجدد مع النادي الاهلي. ما اقول لي يجبره يجدد يقول لك انا، لدليل ان انا اقول لكم ان مستر اجوستي راح حتى ماتشات البدل، ماتشات تصفيات كاس العالم للبدل، لان يعني بيروح في حضرها اوقات كتيره جدا، تلاقيه شايل شنطته وماشي جاي مشي مشوار طويل من سكنه، هي دي مصر، والنادي الاهلي هو جزء وهرم رابع في مصر. فانا بقول لكم ليه بكلمكم كده، لانه انا يعني انا بروح ببقى بشوف قدامي طابلو جميل، تلاقي لعيبه اليد رايحين على اوضه اللبس، لعيبه الكره خارجه تركب عربياتها، عندك لعيبه الباسكت داخلين يتمرنوا، كله بيقابل بعضه، وكل النادي الاهلي حاجه جميله جدا. معلش انا طلعت بره الاخبار، بس دي حاجه كده يعني حبا في النادي الاهلي وعشقا في النادي الاهلي.